تعقده. وما زلنا مستمرين ومع ضيف جميل ومع اطفال جميلين، خلونا نتعرف عليه. السلام عليكم. مرحبا، عامر مبارك سري ابو العبيد. والله والنعم. كم العمر؟ 33. جميل جدا، راح نسالك اسئله بسيطه وخفيفه وجميله ان شاء الله، ونبيك تجاوب عليها ان شاء الله. طيب السؤال الاول يقول: تخيل انك ماخذ سياره خويك وسويت فيها حادث، ايش تسوي؟ هي صدمه اول شيء. حادث قوي. حادث اي، هو والله تعوض خويك؟ نعوض خوي. مطفر والله. ندق عليه تقول له؟ ندق عليه جوالك طافي. لا نتصرف، لازم نتصرف. ايش الحل اللي ممكن تسويه؟ اول شيء الحمد لله على السلامه اللي معي، يكونوا معي في السياره ان كنت انا لحالي. ايوه. ثاني شيء ادق على جوالك طافي. ما معك جوال طافي. إيه؟ انزل من السياره واشر على احد يوقف ويشوف جواله. منطقه مقطوعه ما فيها الا انت. سويت حادث ما فيها الا انت والصب اللي صدمته في الصبه. والله السجاده عندي، بقعد بصلي وبقعد لما احد يجي كذا الا ما حد يجيك. اي ان شاء الله ما حد جاك. الشكر لله. يعني ايش بتسوي؟ ما بتحاول تمشي تروح تدور؟ انت قلت المكان مقطوع يعني. إيه؟ ما تمشي تدور؟ اكيد بروح ادور اكيد. تعبت وانت تمشي؟ والله هي مشكله يا اخي، يعني هذا في مكان خطير يعني. ما في حل. ما في حل. تنام في السياره. ربك يجيب لنا حد ان شاء الله يسعفنا باذن الله. الله ييسرها. يا حياك الله. طيب جاوب اللي سال، فكر وخل فكرك مثل غيث انهمل. من جوابك أبسأل كم توقع حصل، وانت دايم تقول لا 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 تعقده. ركز وشوف سؤالي ما بعقدها.